من موقع المهرية نت الذي سلط الضوء على توقيف الإمارات شبكة الاتصالات الوطنية في منطقة ديكسن بجزيرة سقطرى، ونقل الموقع شهادات مواطنين في الجزيرة عن قيام السلطات المحلية الموالية للإمارات بإيقاف شبكة الاتصالات الوطنية يمن موبايل في منطقة ديكسن لإتاحة المجال أمام شركة الاتصالات الإماراتية في توسيع التغطية التابعة لها ليستخدمها المواطنون. بحسب الموقع، فقد قال عدد من أهالي منطقة ديكسن في الجزيرة إن خدمة الاتصالات الوطنية من شركة يمن موبايل توقفت في المنطقة وسط ظروف غامضة وتجاهل رسمي من السلطة المحلية التي لم تكترث لمناشدة أبناء المنطقة بإعادة الخدمة التي توقفت بشكل غير مبرر. ووفقا للمهرية نت، فإن تعطيل شبكة الاتصالات في المنطقة يأتي نتيجة المساعي الإماراتية لتعطيل وإلغاء ما تبقى من الاتصالات اليمنية الحكومية لإفساح المجال لاستكمال سيطرة شركة الاتصالات الإماراتية على المحافظة بموافقة ومساعدة المحافظ والسلطة المحلية التابعة لها، وسط تخوفات المواطنين الرافضين للاحتلال الإماراتي من عمليات التجسس عليهم.